أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الاستثنائي الذي سنأخذكم فيه في جولة داخل عالم الفخامة الخاص بالرئيس الأمريكي السابق والملياردير دونالد ترامب، الذي عاد بقوة إلى الساحة السياسية بعد فوزه بانتخابات عام 2024. استعدوا لاكتشاف تفاصيل عالم الرفاهية المطلقة من طائرته الفاخرة ترامب فورس وان التي تجسد رمزا للقوة والأناقة في السماء، إلى أسطول سياراته الفخم ويخته الأسطوري ترامب برانسيس. هنا ليس المال وحده ما يميز هذا العالم، بل أيضا الهيبة والقوة في مشهد استثنائي يجسد شخصية ترامب الفريدة. في عام 2011 قرر ترامب اقتناء طائرة بوينغ 157 وقام بتحويلها إلى رمز للفخامة المطلقة. أطلق عليها اسم ترامب فورس وان بعد أن بلغت تكلفتها 100 مليون دولار، فأصبحت قصرا طائرا بكل معنى الكلمة. عند دخولك الطائرة تحيطك لمسات الذهب والأخشاب الفاخرة مع اهتمام دقيق بأدق التفاصيل لخلق بيئة راقية ومريحة. تضم الطائرة غرفة نوم ملكية توفر راحة لا مثيل لها، إضافة إلى حمام خاص ولمسات فاخرة تجعل من تجربة الطيران متعة خالصة، كما أنها مزودة بنظام ترفيهي متكامل ومطبخ فائق التجهيز. وحتى في مجال الأمان تضم الطائرة نوافذ مضادة للرصاص، مما يجعلها تجمع بين الرفاهية والأمان في آن واحد. أما في أسطول السيارات فيضم مركبات تعكس ذوق ترامب الرفيع وشغفه بالرفاهية والأناقة، منها ليموزين مصفحة تمنحه أعلى درجات الحماية، وسيارات رياضية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى سيارات كلاسيكية مثل رولز رويس سيلفر كلاود التي تعد رمزا للأناقة العريقة. ويكمل هذا التنوع في أسطول سياراته امتلاكه لسيارات رياضية مثل لامبورجيني ديابلو ومرسيدس اس ال ار ماكلارين التي تعبر عن عشقه للسرعة والقوة. وفي عالم اليخوت يملك ترامب برانسيس هذا القصر العائم الذي كان سابقا ملكا لتاجر السلاح السعودي الشهير عدنان خاشقجي. يبلغ طوله 86 مترا ويمثل تحفة بحرية فريدة. كان خاشقجي قد صممه ليضم صالون تجميل وسينما وغرفة عمليات ليكون مقر اجتماعات النخبة وذوي السلطة، حتى اقتنصه ترامب ليعيد تصميمه وتحديثه. ولا يقتصر أسطول الفخامة لدى ترامب على اليخوت والسيارات فقط، بل يشمل أيضا أسطولا من المروحيات الفاخرة مثل طائرة سيكورسكي اس 67، والتي تجمع بين الأمان والمرونة، مما يتيح له التنقل بكل راحة وخصوصية. وأخيرا تأتي الحماية المتقدمة لترامب المدعومة بتكنولوجيا متطورة تشمل زجاجا مضادا للرصاص وأنظمة تتبع عبر الأقمار الصناعية واتصالات مشفرة ليبقى موكبه مركز قيادة متنقلا، وبتكلفة سنوية تتجاوز 1,300,000 دولار. تعد شبكة الأمان الضخمة استثمارا ضروريا يضمن سلامته. مع هذه الجولة نصل إلى ختام رحلتنا داخل عالم الفخامة والرقي الذي يتفرد به دونالد ترامب. هذه الممتلكات ليست مجرد وسائل نقل أو رموز للثراء، إنها تجسيد ملموس لشخصية استثنائية تتطلع دوما إلى الهيبة والتألق. فمع كل طائرة ويخت وسيارة يعيد ترامب صياغة مفهوم الفخامة بأسلوبه الخاص، ممزوجا بين القوة والذوق الرفيع. وبعد أن استعرضنا لمحة عن هذا العالم الفاخر، يمكن القول أن كل تفصيل في حياة دونالد ترامب يعكس رؤيته للتميز والسعي للكمال، من طائراته الفاخرة وأسطول سياراته الأسطوري إلى يخته الساحر والمروحيات المتطورة.
كل عنصر صمم بعناية ليليق بشخصيته المثيرة للجدل وقوته التي لا تتزعزع. فحياة ترامب ليست فقط قصص نجاح في مجال المال والأعمال، بل هي كذلك أيقونة للحفاظ على الرفاهية والأمان بتكامل يثير الإعجاب. حين نلقي نظرة عن كثب على هذه التفاصيل، ندرك أنها تمثل فلسفة حياة يراها البعض مثيرة للجدل، ويرى فيها آخرون مصدر إلهام لمن يسعى دائما لترك بصمته في العالم. ومع عودتكم المستمرة ودعمكم المتواصل، نعدكم بأن نقدم المزيد من المحتوى المتميز والمثير، حيث نسافر معا في جولات تأخذكم إلى قلب عوالم أخرى لمشاهير وقادة وشخصيات صنعت تاريخها بأسلوب خاص. كل فيديو، كل قصة ستكون تجربة تفتح أمامكم نافذة على حياة قد تكون أبعد مما نتخيل، لكنها تقدم دروسا وأفكارا تلهمنا. وبتواجدكم معنا نطمح لنقل كل جديد وممتع بكل تفاصيله. نكمل مع رحلة استثنائية تجمع بين عوالم الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة، تتضح فيها الصورة الشاملة عن شخصية دونالد ترامب، ليس فقط كرجل أعمال وسياسي، بل كرجل يعشق الأسلوب والتفرد في كل جانب من جوانب حياته. كل هذه الممتلكات والأنظمة التي تحدثنا عنها تكشف عن سعي ترامب الدائم للأمان والراحة، والذي لا يأتي على حساب الفخامة والتألق. فكل خطوة، من تصميم الطائرات إلى اختيار السيارات وحتى تجهيز اليخت، تظهر مدى الدقة والاهتمام بالتفاصيل لضمان تجربة لا مثيل لها، سواء كان في السماء أو على الأرض أو في عرض البحر. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تأخذ هذه الممتلكات طابعاً رمزياً أكبر، إذ أصبحت رمزاً لقوته وثباته وشخصيته الصلبة، تمثل طائرته وأسطول سياراته وحتى نظام حمايته المذهل، رغبة عميقة في الاستمرار بقوة والظهور بصورة تليق بمكانته في عالم السياسة والأعمال. إذا أعجبكم المحتوى وكنتم ترغبون في المزيد من الحكايات عن الشخصيات الاستثنائية وأسرار عالمهم الخاص، فلا تنسوا دعمنا بالإعجاب والمشاركة. انضموا إلينا واشتركوا في قناتنا لتبقوا دائما على اطلاع بأحدث الفيديوهات التي تنقلكم إلى عوالم فريدة وأسرار حصرية.